سيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي من نيويورك. سيد محارم، يعني إلى أي مدى رأيت في هذه المناظرة ما قد يؤشر إلى خارطة طريق لكلا المرشحين في حال وصوله إلى البيت الأبيض؟ نعم، مساء الخير، التحية والتقدير. أعتقد الخارطة الطريق بتجمع على أن كلا المرشحين لديه اهتمام بالشأن الداخلي ولديه أيضا اهتمام بالشأن الخارجي. المساحة اللي أخذته هذه المناظرة منهم في الشأن الخارجي كانت الحقيقة أكثر من مما تعودنا عليه في المناظرات الأخرى، نظرا لأن المسائل الداخلية، يعني يبدو أنه ما فيش في كلا المرشحين، لا كاميلا هاريس ولا ترامب، عندهم ما هو جديد يمكن أن يوجهوه للداخل الأمريكي. فكله كان متشعبط بمسألة حرب أوكرانيا، روسيا على أوكرانيا، وحرب إسرائيل على غزة، وكأن السياسة الخارجية الأمريكية الخارجية أخذت مساحة أكبر، ولكنها كلها كانت وعود، سواء الطرفين الديمقراطي أو الجمهوري بيحاول يخاطب الداخل الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو أملا في كسب ود وعطف ودعم اللوبي الإسرائيلي الموجود. ترامب كان واضحا جدا أنه هو لازال عنده وعود بأن مساحة إسرائيل مش مكفياها، وأن لازم يكون في امتداد، وأنه هو مش كفاية أنه عطاهم الجولان وعدهم بناء للقدس وقد حصل. لا، نجد أن يعني ممكن تكون كاميلا هاريس أكثر حرصا في حديثها عن هذه النقطة، يعني لم توافق على قتل الأطفال والنساء الأبرياء، لم توقف على الحرب، وقالت بصراحة لازم أن تنتهي هذه الحرب، لكنها أيضا أشارت إلى أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. فمساحة الطرفين لما بيتكلم ترامب على أنه يستطيع ثاني يوم في البيت الأبيض أن يوقف الحرب في أوكرانيا، هو قال شعار لكن سلوجن، ما تكلمش هيوقفها إزاي. هيوقفها بوقف الدعم الأمريكي والسلاح والتمويل اللي تخطى 100 مليار لأوكرانيا ولحلف الناتو. هل هيمنع المساعدات وحيقول لحلف هو قال بأنه يعرف بوتين يعني في هذا نعم. هذه كمان نقطة. إذا كان يعرف بوتين هيقول له طب كفاية نكتفي بهذا القدر، أو يعرف كيف يتعامل معه، فيعني بيتعامل مع القصة على أنه بوتين ده صديقه، وحيقول له وقف يا جدع وتكتفي بما خدته من أراضي. يعني كلام الحقيقة لما تيجي تحطه على سيادتك بتقول خارطة الطريق، هي ليست خريطة، هي مجرد وعود براقة يستطيع من خلالها أن يجذب بعض النخب الشعبوية اللي تعتقد أو تقتنع بهذا الكلام. لو عدنا لكاميلا هاريس، الحقيقة زي ما تفضل الضيف من مؤسسة الأهرام قال أنها استطاعت في فترة وجيزة خلال الشهرين الماضيين أن تعيد ترتيب أوراقها، وأن تثبت ليس فقط لترامب اللي كان عايز يخدها بالضربة القاضية، لا، تثبت للشعب الأمريكي أنها كانت سيرة الظل لأسباب أنها نائبة، لكنها عندما أتيحت لها الفرصة أظهرت قدرات جيدة جدا على كسب ود جزء كبير جدا من الشعب الأمريكي، الأقليات والشباب.